طيبة لكم مستمعاتنا دائما جميع معكم على راديو أصوات. وحنا اليوم غادي نتكلموا على العين. العين وما أدرك ما العين. صباح النور دكتور عماد. صباح الخير وتحية طيبة لك اختي سناء، وصباح الابتسامة وصباح الطاقة الإيجابية لكم كاملين إن شاء الله. نتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير يا رب. اللهم أمين اللهم أمين. حنا يا طبعا كنرحبوا بك معنا، وبغيت نذكر على أنه رقم الاستوديو مفتوح مباشرة 05 22 77 24 24. ملي كنقولوا العين كنقولوا الهالات ديال العين، كنقولوا ديك البشرة المحيطة بداك المنطقة ديال العين. شنو الخصوصيات البشرة في هاد المكان المعين من الوجه؟ نعم، فأول حاجة هي واحد المنطقة اللي حساسة بزاف، منطقة اللي السمك ديالها قل من السمك ديال البشرة ديالنا بستة حتى العشرة ديال المرات. إذن هنا كنشوفوا أن هذه المنطقة هذه كيخصها واحد العناية خاصة بها. هذه المنطقة شنو كيميزها؟ أنها فيها فقط الكولاجين وفيها الماء وفيها واحد الأنسجة بسيطة، يعني واحد الخلايا اللي كتكون لنا البشرة ديالنا رهيفة بزاف في هذه المنطقة هذه. ولهذا كيخص أننا التعامل معها، وخاصه في التعامل يعني او في الاستعمال ديال بعض المواد اللي كان لهذه المنطقه هذه كيخصها تكون خاصه بها. وهذا الشيء علاش بزاف ديال الخبراء ديال التجميل فاش كيقول لك مثلا واحد الكريم غادي نستعملوه كيقول لك غير حول العين، يعني ما نحاولوش نقيسوا العين ديالنا او الدوره ديال العين. نعم. علاش؟ لان هذه المنطقه، لان العديد من الناس كيدير واحد الغلط، كاين بعض الكريمات اللي كتصلح غير البشره فقط وكدار في هذه المنطقه وكتولي كتاثر لينا عليها، وهنا كيكون احد الاسباب اللي كيمكن تعطينا المشاكل في الدورة ديال العين. وإحنا غنشوفوا إن شاء الله هذه المشاكل هذه. فشنو المشكل اللي عندك مطروح على الله في الدورة ديال العين أو الهالة ديال العين؟ واش عندك زروقية؟ واش عندك كحولية؟ واش عندك نوع من أنه الهالات كيكونوا بحال اللي محفورين؟ واش عينيك كيتنفخوا؟ كتلاحظيه لأنه كاين ما يسمى بفرنسية دوك لي بوش، يعني بحال الجيوب. نعم. اللي كتكون من تحت العين. واش كذلك كتلاحظيه لأنه البشرة ولات رهيفة وفيها حساسية مفرطة وكتحسي بها بحال كتحرد؟ أو مثلا كاين أيضا نوع آخر من النساء اللي كيقول لك العينين عندي دغية كيدمعوا لي، أو كاين نوع من الجفاف ديال العين وكنحس به حتى في ديك البشرة اللي عندي اوتور دي زيو لو كونتور دي زيو. فمرحبا بكم وبأسئلتكم 05 22 77 24 24. بغيت نسولك دكتور عماد، كاينه واحد القاعدة في المجال ديال التجميل. نعم. دائما كنلقاو هذه كريمة ديال الوجه وهذه كريمة ديال العين. نعم. علاش كنديروا هذا الفرق؟ علاش ماشي مثلا كريمة واحدة غادي تستعملها السيدة للعين والهالة ديال العين والبشرة ديال الوجه؟ نعم، فبالنسبة للبشرة ديال الوجه الكريمة كتكون السمك ديالها كيكون كبير شوية. إذن ملي كيكون عندك السمك كبير كيكون واحد التركيز في المكونات، مثلا إذا كان فيها نوع من الزيوت الأساسية أو نوع من الأحماض الطبيعية، أو في التركيبة ديالها كيكون واحد المواد كيميائية اللي كتكون مركزة بزاف. علاش؟ باش كيمكننا إلا بغينا ندهنوا على البشرة ديالنا وباش نوصلوا لواحد العناية كاملة للبشرة كيخصنا واحد السمك كبير ديال الكريمة ويكون واحد التركيز كبير. أما بالنسبة للعين فإحنا هضرنا وقلنا أن هي قل السمك ديالها قليل على السمك ديال البشرة ديالنا بواحد 6 ديال المرات. يعني احنا الا مشينا تدهنا ديك الكريم فكنرفعوا من داك التركيز، او داك التركيز اللي كيكون زايد في هذيك الكريمه اللي كتستعمل للوجه كيكون طالع بزاف. اذا هنا كيمكن لا قدر الله يعطينا حساسيه، كيمكن يعطينا احمرار، وفي بعض الحالات كيولي كيعطينا واحد بحال كنقول واحد الحروقات بسيطه اللي ما كتبان ليناش، وهذا كيقدر يكون سبب مباشر ديال ظهور بعض الهالات السوداء. فما كيكونش يعني هذا من الاسباب اللي كيمكن تبينها لينا. وحتى ديك البشره الا استعملنا لها هذه الكريمات هذه اللي كتكون هكا سميكه كيمكن مع الوقت ترخى وكيولي عندنا ظهور التجاعيد المبكره، وهذه حتى هي كيمكن تاثر لينا على حول العين ديالنا. غادي نطرح لك اسئله دكتور عماد على مجموعه هاد العادات اللي كنلاحظوها واللي كنعملوها البنات النساء. مثلا كنعرفوا على انه في الهالات ديال العينين كاين شعر زائد. فشنو هي القاعده ولا شنو هي النصيحه فيما يخص ازاله الشعر الزائد على مستوى لي طومب، على مستوى يعني المنطقه اللي فوق العين ديالنا، اللي من تحت الحاجب، اللي ما بين العين والحاجب. كاين سيدات اللي كيعملوا لاسيغ، يعني كيحيدوها بلاسيغ، كيحيدوا هذا الشعر الزائد بلاسيغ. كاين سيده اللي كتستعمل حلاوه، كاين سيده اللي كتستعمل نتاف، كاين ايضا التقنيه ديال لوميير بولسي.
شنو هي أسلم طريقة وشنو التأثير ديال هاد العادات على الجفن ديال العين؟ ديال العين نعم. فأول حاجة بعدا إلا درنا لا لوميير بيرسي فواحد المركز اللي كيكون آمن وكيكون مختص غتكون هي الطريقة الأولى السليمة. يعني هي اللي كتعطيها الأولوية، هي اللي كتختار. هي العلمية. لاسيغ أنا ما كنصحش بها وخاصة بجميع الأنواع ديالها، لأن كيوقع في بعض الحالات حروقات، أو في بعض الحالات كيوقع أن هذيك البشرة اللي كتكون كتعطينا الوقاية كتقلع من هذيك المنطقة، وهنا كتولي دائما هذيك البشرة فيها واحد الحساسية مفرطة، وكيمكن تعطينا واحد يعني ترهل البشرة، ترهل البشرة مع الوقت. بالنسبة للحلاوة كذلك فتاهي ما يمكنناش نستعملوها، لأن هذيك المنطقة كتكون عندها حساسة بزاف ورهيفة بزاف، والحلاوة كنعرفوا أنها كيكون فيها كتصايب يعني بالحامض وكتصايب بالسكر، فهاد المنطقة هذه اللي عطيناها هاد المواد هذه كيمكن تأثر لينا على التركيبة ديالها، أو داك الكولاجين اللي كيكون عندنا في ديك المنطقة رهيف كيمكن الجفون ديالنا يتأثروا. المسألة ديال النتاف فكيخص تكون غير بواحد الطريقة مختصة، يعني في واحد المركز اللي كيكون مختص وكيعرفوا واحد الطريقة كيفاش كيحيدوه بواحد الطريقة خفيفة، يعني ما نبركوش على ديك المنطقة، ودائما كيخص العناية بهاد المنطقة هذه باش دائما كنبقاو محافظين لها على الشبابية ديالها. السيدات اللي كيلبسوا النظاظر دكتور هماد، نعم. واش مثلا النظاظر تيخص ايضا يكون فيهم داك الحمايه؟ واش هناك عنايه خاصه بالعيون اللي كيلبسوا النظارات؟ نعم، فالعنايه هو ان دائما في الليل ملي كنحطوا النظارات او قبل النوم، يعني باش كنديروا النظارات ضروري كنديروا واحد البتي سيروم، شي سيروم واحد الزيت اللي كيكون طبيعي، اي زيت توفر من الزيوت اللي كتكون غنيه بالفيتويلاستين. اذا شنو هما الزيوت؟ مثلا الزيت ديال التين الشوكي، او زيت البابونج، او زيت لافوكا، او زيت السوجا كذلك حتى هي من الزيوت، او غير زيت نوار الشمس فهي غنيه بالفيتامين او ومركزه جدا. نعم. كيمكن ندير واحد شويه منها وندير واحد الماساج لحول العين ديالنا ونخليو العين ديالنا ترتاح، هكا دائما ديك البشره كتبقى يعني مرتاحه وما كيبقاش فيها مشاكل. السيده اللي العينين ديالها كيتنفخوا، او البنت اللي كتقول لك كنعس كنرتاح ولكن في الصباح ملي كنوض كنلقى عينيا بحال منفوخين، او عندي داك نوع من الجيوب من تحت العين ما يسمى بلي بوش. نعم. شنو كيقدر يعكس هذا الشيء؟ واش هذا الشيء كيخفي مشكل او مرض؟ فكاين بعض الامراض اللي كتبين هذا المشكل هذا، اذا الا كان هذا المشكل دائما وكيداوم فنديروا بعض التحاليل، مثلا الامراض الكيلي كيمكن تعطينا الانتفاخ هذا على المستوى ديال العينين او المستوى ديال الوجه كذلك، لان الماء كيبقى لنا في التاس ديالنا، هادشي علاش. بعض الناس اللي كيكونوا كيعالجوا بالكورتيكويد كيكون عندهم واحد الدواء كيستعملوا الكورتيكويد كعلاج، ولا كاين مساله بسيطه ان العين كنعطيوها واحد العياء الشديد، ان كان العين ديالنا مثلا ما كنجيوش في العشيه وكنرتاح وكنخليوها ترتاح، كنعرفوا دابا البورتابل، كنعرفوا هاد اللوائح الالكترونيه وهاد لا لوميير بلو اللي هي ولات واحد الخطر كبير اللي كيشكل على صحتنا ككل، فهذه من الاسباب اللي كتعطينا هذا الانتفاخ. شنو هو الانتفاخ؟ هو ان هذيك البشره كتبقى محافظه لينا على الماء، الماء ما كيتفرقش، ما كنستافدوش، ما كتكونش واحد الدوره دمويه منتظمه، وهي اللي كتسبب لنا هذا المشكل هذا ديال الانتفاخ. بالنسبه للمشكل ديال الهالات السوداء او لي ساغن، شنو السبب؟ واش كيعكس ايضا مشكل صحي؟ المشاكل الصحية اللي كيمكن تكون عندها علاقة بالهالات السوداء، فعندنا الكبد كيمكن يعطينا هذا المشكل هذا، مشاكل كذلك ديال المرارة حتى هي كيمكن تعطينا هاد الكحولية هذه في الوجه، الأرق، الناس اللي كيعانيوا من الأرق أو الناس اللي ما كينعسوش بزاف أو كيكون عندهم واحد النوم مضطرب أو الأعصاب أو اضطرابات في النوم ديالهم، فهادو من الناس اللي كيمكن يبين لهم هذا المشكل، أو استعمال بعض الأدوية كذلك بحال مضادات الاكتئاب، كاين بعض الأدوية أخرى، مثلا كاين الناس اللي كتكون كتعاني من الغدة الدرقية حتى هي إذا استعملت بعض الأدوية كيمكن تعطي هذا المشكل هذا، ولكن الهالات السوداء كتبان الا ما كانش عندنا مشكل صحي فدائما كنرجعوا للعنايه. شنو هما الهالات السوداء؟ هو هذيك المنطقه ولا فيها واحد الاكسجين ضار، يعني ما بقاش كتنفس مزيان، ما بقاش كيدور فيها داك الاكسجين المزيان اللي كيكون فيه مورد وكيكون كيعطينا داك الاحمرار، فديك الكحوليه كتعكس لينا داك الاكسجين اللي كيكون ضار او الاكسجين اللي كيكون غني بثاني اكسيد الكربون، هذا من جهه. من جهه اخرى كتقدر تكون واحد تغير اللون او ديك تيبيكمونطاسيون، يا اما ما درناش واحد الوقايه ضد اشعه الشمس، او كما قلنا استعملنا بعض المواد التجميليه
العشوائيه اللي كتعطينا واحد الحروقات في هذه المنطقه هذه وكتخلي هذا عدم توحيد اللون. اليوم دكتور عماد محضر لنا وصفات جديده. مرحبا. فاليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم يعني حاولت نشوف ابرز يعني المشاكل اللي كتكون في منطقه حول العين. فغنبداو بواحد الوصفه بسيطه ديال الهالات السوداء. وصفه للانتفاخ، وصفه للتجاعيد في منطقه حول العين، ووصفه للتعب ديال العين. وغادي نختموها بواحد الكريمه اللي غتستعملوها ككريمه يوميه للعنايه بمنطقه حول العين. وحنا طبعا غنخدموا هذه الوصفات معكم مباشره. قبل غادي ناخذوا اسئلتكم انتم مستمعاتنا. اهلا بك كريمه. صباح النور على راديو أصوات. صباح النور كدير على بس أخت سناء. الحمد لله يا كريم، الله يبارك فيك. دكتور عماد لاباس عليك؟ الحمد لله أختي، ملي كنسمع صوتكم الله يبارك فيك. شنو السؤال ديالك؟ مرحبا. بارك الله عليكم وسناء. الأسئلة كنت باغا نطرح. نعم كلها خليتي لينا والو. ياك بعدا كنطرح الأسئلة على لسانكم الحمد لله. يعني تقريبا كلها اللي على بالي. أييه مرحبا. اتصلت بكم على ود وليت كندير نظاظر ولو عندي واحد خطيطات لتحت عيني بحال تحفروا لي، عيني كانت مزيانه ومن بعد ولو عندي دوك المشاكل. وملي كنسول كيقولوا لي راه نظاظر اللي كيديروا. نعم. ما عرفتش انا نظاظر فاش كيديروا، يعني راه خصي يصلحوا العين ماشي دكتور عماد. نعم، فشوف الاستعمال ديال النظارات يعني كيحافظوا على النظر، كيشوفوا يعني باش كنشوفوا النظر. غير هو دابا داك الاختلاف ديال اشعه الشمس، ما نساوش ان دابا النوعيه ديال النظارات اللي ولات انها النظارات اللي كتحمينا من اشعه الشمس اللي كتكون ضاره، كيكون فيها واحد لو فيلتر. دابا هذيك المنطقه اللي كتكون عندنا عاوتاني كذلك اللي مضرقه العين ديالنا، ما كتكونش فيها واحد ما كتنفسش مزيان، ما كيكونش فيها واحد لايغاسيون اللي كتكون مزيانه ياك. ولكن شنو قلنا حنا ملي كنمشيو في الليل، حيت دابا النظارات كنديروهم في الصباح حتى كنبغيو ننعسو، قبل ما ننعسو كنحاولوا هذيك المنطقه نرجعوا ليها الحيويه ديالها. اذا علاش قلنا مثلا كنديروا واحد الزيت، كنديروا واحد المساج، نقدروا نديروا مثلا دي غلاصون، اننا نصايبوا مثلا واحد نطبخوا مثلا غير اتاي ونحطوه في هذيك اللي ديال لي غلاصون، ونحطوه حتى في المجمد حتى يتجمد مزيان، وناخذوا واحد الغلاصون ندوزوه على العينين ديالنا وديك المنطقه حول العين، نخليه واحد قسمين ونعاودوا عاوتاني نغسلوا البشره ديالنا. هكا كنرجعوا لهذيك الحيويه ديالها، فهمتي؟ حيت هذاك التصحيح ديال النظر، والعين ديالنا حتى هي كتكون كتشتغل وكتكون كتخدم، لان العين هذيك راه غير كما كنقولوا حنا راه ما كتشتغلش بواحد الطريقه طبيعيه ولكن بمساعده هاد النظارات. ولكن الا درنا هاد المساله هذه راه كون على يقين بان البشره ديالنا كتبقى دائما مرتاحه ودائما محافظه على يعني داك الشكل ديالها في ديك المنطقه، فهمتي؟ هذا هو السبب. علاش؟ شكرا. والسؤال الثاني اللي عندي هو بخصوص برودوي، قلتي ماشي اي برودوي ممكن نديرو على العين. اي اختي. بغيت نسولك على ليكرون كتكون ثانتي. هي. يعني انا غنديرها مثلا ما يمكنش نخلي هذاك لازون تاع العين خاوي. نعم، فدابا كاينين دي زيكرون اللي كتستعملوا للبشره والعين، يعني كيراعيو فيها هذاك القيمه او كيراعيو فيها داك المعيار ديال او داك القيمه اللي خصها دار ديال الكريم اللي كيمكن دار في البشره وكدار في المنطقه ديال حول العين. فدابا ولات هاد لي زيكرون هادو ولاو هاد النوع هادو ديال الكريمات. باش يمكن لي كتلقى غتسولي يعني البلاصه اللي كتاخذي منها سواء الصيدليه او شبه الصيدليه، فغتسوليهم على هاد النوع هذا ديال ليكرون، وكتكون مكتوبه فيه فيزاجيزيو يعني وجه ومنطقه حول العين، اذا هكا كتكون مكتوبه في هاد الكريمات هادو. وبغيت نسولك يعني هاد الشكل اللي قلت لك هاد الهالات اللي كيكونوا واش ممكن يحيدوا بالوصفات ولا صافي الا دارهم كيبقاش يحيد؟ التجاعيد تاع العين باش يرجعوا نعم. كيف ما كان شوف الامور الطبيعيه دائما كتمشي كما كنقولوا حنا دقه دقه باش كتعطي واحد الفائده وما كتعطيناش واحد التاثير على العين ديالنا. كاين امور اخرى اللي كتكون طبيه، فكيمكننا مثلا تكون تدخلات طبيه، فهنا اطباء اللي كيكونوا مختصين في الجلد يعني دي ديرماتولوج هما اللي عندهم عاوتاني تقنيات اخرى. فكاين جوج اختيارات، لان حتى الا بغينا نتبعوا الوصفه الطبيعيه كيخصنا نصبروا واحد شويه ونتبعوا واحد شويه ديال الوقت. تهلا فراسك كريمة. غادي ناخذ فاطمة الزهراء من بير بني ملال. اهلا فاطمة الزهراء. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك على راديو أصوات. بارك الله فيك، صباحك مبروك. لينا وعليك أختي، مرحبا. شو السؤال ديالك؟ عافاك أنا عندي واحد السؤال. أييه. أنا دابا كندير نظارات لا يزيد على تقريبا على 10 سنوات. أييه. ودابا عندي الهالات تحت
في عينيا بزاف ويحرقوني بزاف عيني تنبقى يعني تنبقى مرمش ما عرفتش انا هذا المشكل دابا لا مرمش ما تقدرش نشوف مزيان وما تترفعش عيني. ودابا عندك جوج ديال المشاكل مختلفين اختي، فبالنسبه للهالات مشكل، ولكن الطرماش ان العين ديالك كتبدا ترمشي بزاف فهذا مشكل داخلي. اذا وشفتي الطبيب ديال العينين على هذا المشكل هذا؟ انا شفت انا عندي اعوجاج قرنية طبيعي ما عرفتش واش هذا من الاسباب ديالو اللي كيخليني نعمش. لا ولكن راه كاين يعني الا مشيتي عند الطبيب ديال العينين يعني اختصاصي في جراحه العيون ياك غادي يلقى معك حل، حيت لانك مثلا كتكون العينين ديالك كيرمشوا بزاف فكاين امور كاين بعض التدخلات طبيه كاين بعض التقطيرات اللي كيتعطاو باش ما كيبقاش هذا المشكل هذا. فالنصيحه ديالي ليك اختي انك ضروري خصك تشوفي الطبيب ديال العينين على هذا المشكل هذا ديال الطرمش وان شاء الله غادي يلقى معك حل ياك. هذا من جهه. بالنسبه للمشكل ديال الهالات السوداء فان شاء الله خليك في الاستماع غادي نعطي وصفه لهاد المساله هذه. شكرا بارك الله. مرحبا، شكرا على واجب. تحيه لكم بني ملال على الموجات راديو اصوات 94. غادي ناخذ اسئله ومكالمات اخرى من بعد الفاصل. دابا غادي ناخذ هند عندها سؤال لنا. اهلا هند. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. دايره لاله سناء؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. الحمد لله، انا وفي هذا البرنامج كنشكركم بزاف بزاف. شكرا على وفائك وسعيده بسماع صوتك هند. الله يبارك فيك، انتم اهل الشكر والجزاء. شكرا لك اخويا بزاف بزاف. شنو السؤال ديالك؟ عفاك دكتور عماد، انا عندي تحت العين اسود بزاف. ايوه عندك الكحوليه. ايوه عندي الكحوليه بزاف، وفاش كنت صغيره كانوا يعني دوزوا ليا وداك الشيء قالوا لهم ما عندها والو، كانوا خافوا زعما لي تكون عندي الكحوليه ولا شي حاجه. مي ما عندي حتى حاجه. هذا مشكل عندك قديم؟ قديم من صغر. نعم من صغر تحت عينيا كحلية بزاف. وما عمرك درتي له شي حاجة؟ لا والو، لا ليكرون لا والو. نعم، فأول حاجة بعدا كيخص الوقاية، خص ليكرون ضروري، لأن أشعة الشمس حتى هي كتزيد من هذه الحدة وكتزيد تكحل لنا هذه المنطقة هذه. علاش؟ لأن شنو هو الكحولية؟ هو الميلانين، هذه المادة اللي كتصبغ لينا في الداس ديالنا كتكون كتفرز بواحد الطريقة كبيرة. إذن هذا هو الدليل أن أو شنو أو هذا هو المعنى ديال ديك الكحولية. إذن كل ما كانت تعرضنا لأشعة الشمس وما درناش الوقاية الكحولية كتزيد تبان. هذا من جهة. من جهة أخرى، فبالنسبة للحالة ديالك أختي فكنصحك غادي نعطي وصفه للهالات السوداء، ولكن انتي بالنسبه للحاله ديالك ان عندك هالات سوداء قديمه جدا، فحاولي انك تاخذي زيت شجره الشاي معلقه كبيره ديالها ومعلقه كبيره ديال زيت اللوز الحلو. الا ما لقيتيش الزيت ديال شجره الشاي ولقيتي الروح يعني لويل اسونسييل دو لارب دو تي الروح ديال شجره الشاي، غديري 10 ديال النقيطات ديال الروح ديال شجره الشاي وجوج معالق كبار ديال زيت اللوز الحلو. تولي تاخذي شويه من هذا الخليط هذا وتبداي ديري واحد المساج حول العين ديالك كل ليله وما تقطعيش، وتستعمليه كسيروم اللي غادي يرافقك دائما وكل نهار، وان شاء الله مع الوقت غادي تولي تصفى هذيك المنطقه. زائد ضروري تمشي اختي للصيدليه او شبه الصيدليه وتقول لهم يعطيوك انيكرون يعني واقي الشمس لحمايه هذه المنطقه هذه اللي حول العين ديالك. صافي. دابا في العيادات الطبيه التجميليه هناك تقنيات حديثه اللي كتستعمل هذا المشكل تواد. نعم. الهالات تحت العين. نعم، فاكيد حنا حيت قلنا الا بغينا نستعملوا المسار الطبيعي فخص واحد شويه ديال الوقت، ولكن الا كانت امكانيه اننا نمشيو عند طبيب او طبيب مختص او طبيب تجميلي طبيب تجميلي، فكاين التقنيات دابا الحمد لله اللي ولات جديده واللي كيمكن انها كتعطي نتيجه. انا شفت كثير من البنات. نعم. ومن السيدات اللي داروها وعطاتهم نتيجه. نعم. ولكن في عياده طبيه مختصه. نعم كنأكدوا عليها ياك دكتور. نعم. تحيه لكم من مراكش. غادي نمشيو الان لاسفي. اهلا فاطمة الزهراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كدايره اختي سناء؟ لاباس الحمد لله. فاطمة الزهراء. كدايره دكتور عماد؟ بخير اختي، ملي كنسمع صوتكم الله يبارك فيك. مرحبا، شنو السؤال ديالك؟ عفاك اخويا عماد، بغيت نسولك على المشكل ديال الهالات السوداء. اييه مرحبا تفضلي. احنا عندنا مشكل وراثي وعندنا الهالات السوداء كحلين. اييه وعيت من ندير لهم في
في البرودويات ولكن ما كاين حتى شي نتيجه. ياك برودويات شنو كتستعملي؟ واش كريمات ولا شنو ولا شنو شنو هاد البرودويات؟ ناخذ كريمات بعض المرات تيقول لك بزاف ديال الحوايج. المهم واش الكريمات خديتيهم من الصيدليه شبه الصيدليه من البارا؟ مره وحده خديت كريم من الصيدليه ولكن ما دار ليا والو. وشنو خديتي؟ هو مكتوب فيه انه مزيان للهاله السوداء. نعم نعم. فغير هو خصنا نتفاداو هذا السؤال المهم ديال الاخت ديالنا اللي كتقول لك الاستعمال ديال بعض الكريمات. فكاين في الاسواق وفي مواقع التواصل الاجتماعي بعض الكريمات اللي كيديروا ضجه اللي كيقول لك حنا كنستعملوا للتبييض او كريمات اللي كتحيد لينا داك الهالات السوداء او كريمات اللي كتدهن في هذه المنطقه ديال الهالات السوداء وكتخلص منها نهائيا. فهادو كريمات اللي كيكون فيهم احماض مركزه صناعيه او كيميائيه وكيقدر يكون فيها مشتقات الكورتيكويد او الهيدروكورتيزون. فهادو جوج ديال المواد اللي خطيرين جدا على البشره ديالنا. فاللي كيمكن تقشر البشره ولا كيمكن تعطينا مضاعفات خطيره سواء الحساسيه او في بعض الحالات تعطينا حروقات على المستوى ديال البشره ديالنا. وهنا كيمكن يعني تاثر الناس سلبا على البشره ديالنا. فالنصيحه اللي غنصحك اختي انك كيخص شويه ديال الوقت. خص بعدا الوقايه كما 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 قلنا الاخت ديالنا اللي اتصلت بينا. وثانيا انك كيخصك الا استعملتي الوصفات الطبيعيه كيخصك تصبري واحد شويه لانها كتاخذ واحد المده. وان شاء الله خليك في الاستماع فغادي نعطي واحد الوصفه للهالات السوداء ونتمنى ان شاء الله تكون وصفه ناجعه وتفيدك. ناخذ الان سؤال ديال محمد. اهلا بك على راديو اصوات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله بخير كيفين؟ الحمد لله سي محمد. فوالا دونك انا عندي واحد التليفون تبعنا عندي. ما كنسمعوكش مزيان للاسف. اييه يا ريت هضر معنا في التليفون ماشي بالبلوتوث. الو. اييه تفضل سي محمد. قلتلك انا عندي واحد لاكيستيون. انا عندي واحد البنت ان شاء الله تزادت في بريماتوري. اييه وكانت خبزات ليها لونجيون في سميتو في وجهها. اها سمعت اسم بالعربيه وقال الورم ماشي شحيمه مي لونجيون. اها ودابا كنا درنا ليها البيتا بلوكون. Je sais pas où je suis. Oui, oui. Voilà. Le docteur Imad Mahak. Le bloc, oui. اكزاكتو دابا بغيت دابا نعرف زعما واش كاين شي زعما شي طريقه اخرى باش تقدر ساشون مازال يلاه تزادت. فشوف بالنسبه لهاد يعني لهاد المشاكل كتكون مشاكل عندها علاقه بزاف مع الجهاز المناعي اولا وكتكون عندها علاقه مع الصبغه الوراثيه يعني امور وراثيه. فالمساعده ملي كيكونوا بحال هاد البقع هادو او هاد لي طاش كيكونوا نواغ او هاد البشره اللي كتكون متغيره او متغيره اللون ديالها. فبالنسبه للاطفال شنو هما المواد الطبيعيه قلال اللي غيمكن نستعملوا اليوم؟ عندك زبده الكاريتي، عندك زيت اللوز الحلو، عندك زيت البابونج. فهادو نقدروا نديروا واحد المعلقه كبيره ديال زيت اللوز الحلو، معلقه كبيره ديال زيت البابونج، وغادي نخلطوها بخمسه ديال المعالق كبار ديال زبده الكاريتي. يتخلطوا في حمام مريم تيتخلطوا مزيان. وديك الكريمه اللي كنحصلوا عليها كتولي وكندير واحد الماساج على لابو يعني في البشره ديال هذوك لي بيبي والوليدات ديالنا او البنيتات بواحد الماساج خفيف كتساعد كمساعده. ولكن ضروري كيخص الالتزام بهاد بالادويه وكيخص هاد المرافقه الطبيه. وان شاء الله راه البنوته راه غادي يعني غادي تنقز هاد المرحله هادي والامور غتكون بخير. سي محمد دابا لو بيبي بريماتوري اللي تزاد عندكم هاد البنيته شحال في عمرها؟ دابا هي تزادت على 7 موا على 28 سيمين. دابا يلا خرجات من لاكلينيك كل دابا ابين 2 موا زعما بقات تقريبا 2 موا في لاكوفوز ودابا خرجات. دابا الحمد لله خرجتوها راه معكم. دابا خرجات مي غير واحد المساله هذاك لونجيون سي با وراثي. انا مشيت مع البيدياتر حيت باسكو ما تزادتش فيه دونك انا غير باش لا الصبغه الوراثيه يعني في التركيبه الوراثيه في الكروموزوم ديالها يعني عندها التركيبه ديالها. نعم قال لي سي كيسيون دوكسيجين كيتعطاو تقريبا 10% ديال لي نوريسون.
نعم حتى تكون عندهم. أيه. انا سيك مثلا دابا الى درت مثلا هاد الخليط اللي قلتي لي مثلا دكتور زعما واش درتو فوق هذيك لونجيون واش ما غاديش ياثر عليها؟ ما غاديش ياثر لانه غيكون كخليط مرطب وخليط اللي غادي يعاون يعني داك داك لو تريتمون اللي غادي اللي كتاخذ البنيته باش يعاونها. فهمتي؟ فين عندها وفين عندها؟ عندها ما بين في لا بارتي دروات ما بين نيفها وعينها ماشي في نيفها مي في لاجو سميتو في حنكها نعم. بعيد على العوينه ديال لا سميتو بعيد بكلك مليمتر. نعم والبيدياتر عطاكم شي كريم ولا شي حاجه اللي كتعملوها؟ لا لا ما كاينش الكريم، مي عطاني هاد البيتا بلوكون. اييه. وانا استادير بحال هاد البيتا بلوكون ديال هو نورمالمون ديال لي باتون دو كور وقال لي نورمالمون شنو عطاها لاتين. وانا كنت خديت ليها من لا تركي، خديت ليها واحد الدواء سميتو اونجيون، نيت سميتو هو سميتو ايمونجيون. عباره على شنو؟ على بوماد؟ عباره على سيرو. على سيرو حتى كنعطيها دابا سولون البيدياتر قال لي يعطيها 1.5 ملي لتر. نعم بواحد البرا اللي كنعطينا 1.5 كنجي واحد لابيبيت يعني كتعطيها لها سيرو كتشربوا هاد البنوته. نعم مره في النهار هذا باش ابخي الغوبا ديال الميدي. نعم دابا واضحه طبعا الحاله اكثر. دكتور عماد طبعا هاد الخلطه اللي عطيتيه نعاودوا نذكروا بالمقادير ديالها. نعم. ولكن عندنا شرط سي محمد. نعم. لانه انت عارف دابا باش تاخذ زيت طبيعيه للجوده ديالها غادي تكون مزيانه خصك تمشي لعند صيدليه، يعني ما تشريهاش من اي بلاصه. وخصك تاكد انه شروط الجوده في هذاك المنتوج وفي ديك الزيت الطبيعيه الا خديتيها طبعا يا اما منتوج محلي وهناك تعاونيات وهناك يعني شروط اللي كاينه في بلادنا الحمد لله وكيحترموها كثير من المقاولات اللي كتعمل هذه المنتوجات الطبيعيه. كنتي غترتاح مثلا بمنتوج اللي هو مستورد من الخارج وفيه ايضا شروط وعندك يعني واحد لا تراسابيليتي ديالو، حتى هو انت ليك الاختيار. دكتور عماد هنا ما كنهضروش على انسان كبير، كنهضروا على نوغيسون على رضيع. شنو هي الامور اللي خاص يبحث عليها محمد في القريعات ديال هاد الزيوت الطبيعيه اللي غادي يشري؟ نعم، فاولا تكون مرخصه يعني كنقول على كيفاش كنسميوها علامات الجوده او نعم. فاولا كتكون مرخصه يعني من لا دي ام بي، يعني كتكون مرخصه من وزاره الصحه. واهم حاجه ان الا خديتيها من الصيدليه فهي كتكون مرخصه 100%. وبالنسبه للزبده الكاريتي خصها تكون طبيعيه، يعني ان برودوي ناتوريل 100%، وحتى هو كيكون فيه واحد الرقم ديال الترخيص ديال سواء لا دي ام بي او كيكون الترخيص ديال وزاره الصحه ديال لو مينيستير، وكيكون انه مرخص يتباع، يعني كيتباع في, 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 في المغرب. ومن الاحسن كما قلنا ناخذوه من الصيدليه. فلا حتى الصيدليه راه كتلقى تلقى. نعم. جودات مختلفه بالفعل. لا دابا هو ملي يمشي يقول له ما ودي راه بغيت التربيه، حيت هنا ملي كيحدد. نعم. السن وكيحدد شكون اللي غادي ياخذ هاد الماده هذه الطبيعيه. فكيعطيوه اللي كيصلح لهاد السن هذا. نعم. فغير باش ناكد ليه ان زيت لوز الحلو فيها الاميغدالين وزيت البابونج فيها الكامازولين، هادو امور اللي كتهمد اللي كتحيد هذاك هذيك ديك الحساسيه وكتعاون، يعني كتعاون حتى الادويه اللي كانت كتخاد باش هذيك المنطقه ان شاء الله ما يبقاش فيها هذا المشكل هذا والله يشافي البنوته. محمد غير درني خصيت واحد. دابا انا مثلا انا علاش استعملت هذا المنتوج اللي من على برا؟ باسكو علاش في المغرب ما كيتباعش؟ المغرب حتى خصك دير التخليطه كيتباع تقريبا 40 ملي غرام كومبريمي اللي كتبقى ديرو التخليطه في ان مليون اللي ماشي ستيريل، دونك عليها انا اضطريت باش زعما ناخذ. نعم نعم فانا فهمتك. انا هذا كنهضروا على الدواء، كنهضروا حنا على الدواء يعني ذاك البيتا بلوكو. غير انا عندي غير باغ اكزومبل بحال دابا انا الطبيب قال لي غتشد على القله واحد تقريبا واحد العام ولا عام ونص باش عاد الدواء، زعما اذا درت هاد التخليطه اللي قلتي لي زعما واش يقدر ياكسيليغي في زعما في الكيريسون ديالها؟ تقدر تسرع الوتيره ديال العلاج. نعم فضروري من العلاج بعدا اللي كيكون بير اوس اللي خصو يتشرب
داك لي بيتا بلوكون اللي عنده مع فوالا، فهو كيعاون كيعطي المساعده يعني حتى هذيك المنطقه يقدر انه يسرع هذه الوتيره ديال العلاج، ولكن ضروري ما انك تبقى ملتزم بالدواء ديال اللي عطاك الطبيب اخو العزيز. داكور شكرا. هذه الخليطه نقدر ناخذها عندكم في الباك اوفيس باش نعقل عليها مزيان، زعما يقدروا يعطيوها ليا باش كيفاش كنقيدها. واخا ان شاء الله انا غادي نصيفطها، انا نصيفطها للسي عبد الرحيم شكرا جزيلا، قيده من عنده ان شاء الله باش تبقى عندك. واخا خليك معنا خليك معنا، حنا غادي طبعا نعطيوها لك. كان نقول لك الحمد لله بعد على الفكاك ديال الزوجه ديالك، والله يحفظ لكم هذه البنوته. طبعا غادي ناخذوا اسئله اخرى دائما جميع معكم مباشره، نواصل من بعد الاهداء الموسيقي. لراديو اصوات برنامجكم حديث ومغزل، تحيه لكم. دكتور عماد امينه كتقول لنا عفاك بغات نصيحه وصفه للتجاعيد اللي بين العين والحاجب. نعم، ف السيدات اللي كيكون عندهم هذا المشكل ديال التجاعيد، والتجاعيد اللي كنعرفوا، اسمح لي دكتور. مرحبا مرحبا. نكمل السؤال. التجاعيد اللي كيقدروا يبانوا لانهم التعبيرات يعني الملامح ديال الوجه ماشي عندهم علاقه غير بالسن ديال المراه، كيقدروا هي شابه صغيره كيبانوا عندها التجاعيد في العين. نعم. وعلاش؟ لان ديك المرونه ديال الكولاجين اللي هضرنا عليه ما كتبقاش عنده ديك الالاستيسيتي ديالو او عنده ديك المرونه ديالو. فهنا غندير واحد الوصفه نبداو بها هي كاول وصفه للعنايه حول العين ديال او التجاعيد حول العين. فهنا شنو كيخصنا؟ كيخصنا واحد النوع ديال الفيتامين او اللي غيكون مركز، وهنا لقينا واحد الزيت اللي غادي يكون فيها الفيتامين او مركز ومتوفر في جميع البيوت، اللي هي زيت نوار الشمس. نعم. اذا غناخذوا جوج معالق كبار ديال زيت نوار الشمس ونديروا فيها خمسة ديال النقيطات ديال الروح ديال الورد، إذن الويل اسونسييل دو غوز. فهذا الخليط هذا ملي كنخلطوه كنوليو كنديروا به واحد المساج منطقة حول العين، وما نخافوش منه فما غاديش يأثر. غير حاولوا أن دائما هاد الزيوت ملي نديروا المساج أو هاد الماسكات ما تحاولوش أنهم يقيسوا الداخل ديال العين ديالكم فقط. إذن المساج كل ليلة نستعملوا هاد الزيت هذا أو هاد الخليط هذا، وإن شاء الله غادي يعطينا نتيجة وكيعطينا حتى واحد الرائحة جميلة في الليل. معنا فاطمة الزهرة من بني ملال، أهلا بك. السلام عليكم اختي سناء. عليكم السلام ورحمه الله. عماد. الحمد لله اختي بخير، ملي كنسمع صوتكم الله يبارك فيك. من المتتبعات ديالكم من الصباح حتى العشيه. مرحبا وشكرا على وفائك لراديو اصوات. الله يخطيك اختي، الله يخطيك. اختي انا عندي دابا كما كنت نسمع من قبيله على حسابي هذوك النظاظر، انا كندير النظاظر ديال القرب في الخدمه. أيوة. كنديرهم حتى كنخرج، وفاش كنخرج كندير هذوك تاع برا. دابا ولاو ليا هذوك اللي طراف ديالهم ما خليت ما درت لهم. نعم. وعندي السؤال الثاني هو تجاعيد حول الفم، معقدني اخويا عماد، ما خليت ما درت من وصفات ولا لي برودوي ولا عقدني بزاف امي من القدام. نعم واخا نبداو بالوصفه ديال التجاعيد حول الفم. فغادي تاخذي معلقه كبيره ديال الدقيق ديال الذره، يعني الدقيق ديال الذره كناخذوا الذره يابسه وكنطحنوها، مهم الدقيق ديال الذره لان كيرجع لنا المرونه ديال البشره ديالنا. وغادي تزيدي عليه ثلاثه ديال المعالق كبار ديال الحليب سخون. اذا تخلطي هذا الخليط هذا كامل وديريه في الدوره ديال حول الفم ديالك، تخليه نصف ساعه ومن بعد كتغسليه. ومنين تغسليه حاولي تاخذي زيت اللوز الحلو ولا زيت لافوكا، ديريها واحد المساج حول الفم ديالك كل يعني كل ليله غتستعملي الزيت، ولكن هاد الماسك غادي ديريه جوج ديال المرات في الاسبوع، وداومي على هاد الوصفه ان شاء الله وغتعطيك نتيجه. فهذا بالنسبه لهاد السؤال هذا. بالنسبه للسؤال الثاني فهنا غادي يعني نعطيو وصفه اللي كتصلح المشاكل ديال النظارات، او ملي كنديروا النظارات كيتقلوا لينا على البشره ديالنا، والبشره ديالنا بحال كتهبط كيولي عندها واحد الارتخاء في هاد المنطقه هذه. اذا هنا غادي نستعملوا معلقه كبيره ديال جزره محكوكه. اذا غادي نحكوا واحد الخيزوه كنحكوها مزيان وكناخذوا معلقه كبيره ديالها، وغادي ناخذوا معلقه كبيره ديال البطاطا بالقشور ديالها محكوكه. اذا بطاطا بالقشور ديالها محكوكه معلقه كبيره، وجزره محكوكه كناخذوا معلقه كبيره منها. هادو شنو فيهم؟ كاين عندنا الفيتامين ا وعندنا الجليكو الكالويد، هادو جوج ديال المكونات مهمين جدا باش كيرجعوا لنا الحيويه ديال هاد المنطقه هذه. وكنزيدوا عليهم جوج معالق كبار ديال الياغورت الطبيعي، ديروهم كماسك حول العين ديالكم وكتوصلوهم حتى للخدود ديالكم، يعني البلاصه اللي كنديروا فيها النظاظر، كنخليوها مده ديال ربع ساعه فقط،
وكنغسلوا هاد الخليط هذا او هاد الماسك هذا. العمليه غديروها حتى لثلاثه المرات في الاسبوع. اذا كتمشيو من جوج المرات حتى لثلاثه المرات في الاسبوع كيف ما توفر عندكم كيف ما انكم قديتوا ديروها، وكتبقاو مداومين عليها حتى كتحسوا بان المنطقه كترجع لها الحيويه ديالها وكتعاود يحيد لها هذاك الارتخاء ديالها وكترجع لها النضاره ديالها. معنا حنان من العيون، اهلا بك. الو صباح الخير. صباح النور. كي دايره اختي سناء؟ لاباس عليك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. بارك الله فيك، شكرا على كل المجهودات ديالكم، بارك الله فيك، وشكرا سيدي عماد، بارك الله فيك. الله يبارك فيك، انتم على الشكر والجزاء اختي. مرحبا، شنو السؤال ديالك؟ بارك الله فيك اخويا، الله يهلا يخطيك. بغيت غنسول على الزوج ديالي، عنده بحال بدايه الصلع شويه من القدام تيمشي ديال الشعر. اييه بحكم الخدمه ديالو هو كي هو خدام في السلك ديال الشرطه. نعم اييه وكيدير كيدير الكاسك، وقلنا حنا واقيلا هذاك هو السبب. نعم، غير هو واحد السؤال، واش الصلاة عندهم ما عندهمش وراثي في العائله؟ هو عند الاخ ديالو والاب ديالو شويه. الاب ديالو شويه، لان ملي كيكون الصلاة وراثي فهنا يعني هذا مشكل ما كيتعالجش. غير هو شنو كيمكن نديرو؟ كيمكن نوقفوه، ناخرو داك التساقط. اذا التاخير ديال التساقط ديال الصلع، غادي ناخذ معلقه كبيره ديال زيت الزعتر. ايه. معلقه كبيره ديال زيت الحبه السوداء. ايه. وثلاثه المعالق كبار ديال زيت الزيتون. ايه. هادشي غتخلطيهم ليه مزيان، وغادي وغادي يدهن الجلده ديال الشعر ديالو والشعر ديالو، يخليهم ساعه ويغسل ويغسل الشعر ديالو. غيديرها جوج المرات في الاسبوع، يعني شوف هو الوقيته اللي غادي تناسبو، يديرها جوج المرات في الاسبوع هذه الوصفه، ويبقى مداوم عليها، ما يحبسهاش ما يقطعهاش، وان شاء الله غادي تعاونوا باش هذاك البصيلات ديال الشعر اللي باقين انهم يبقاو فيهم الحيويه وما يبقاش عنده هذا التساقط. واخا شكرا، بارك الله فيك. مرحبا مرحبا اختي. بغيت شي وصف الله يستر عليك للتجاعيد ديال الوجه. نعم. السن ديالي 37 سنه، وكاين شويه بين تحت العينين وحده فوق حدا الانف. نعم. الوصفه اللي عاد عطيتي لفاطمه الزهراء بني ملال تصلح لها؟ نعم تصلح لها. نعاودوا نذكروا بها. فالوصفه قلنا غادي نستعملوا فيها معلقه كبيره ديال الدقيق ديال الذره اللي غادي يكون او الذره كناخذوها يابسه وكنطحنوها، وكناخذوا ثلاثه ديال المعالق كبار ديال الحليب الساخن كنخلطوها مزيان، وكنديروها كماسك على البشره ديالنا، وهذه كيمكن لها دير حتى في منطقه حول العين، وكنخليوها مده ديال ثلث ساعه، ومن بعد كنغسلوها. العمليه غنديروها جوج المرات في الاسبوع ونبقاو مداومين عليها. دكتور عماد محضر لمستمعاتنا مجموعه ديال الوصفات، غادي نخليك تقدمها لنا، لانه نعم. كل حاله عندها الوصفه الملائمه. نعاودوا نذكروا بهم، بقاتنا خمسة ديال الدقائق نخدو هاد الوصفات. كل فرح. فأول وصفة غناخدو الهالات السوداء. الهالات السوداء غادي نستعملوا واحد المادة اللي عندكم دائما في المطبخ ديالكم، وبعض الحالات ما كتستعملوهاش، اللي هي الخبز يابس. فالخبز يابس فيه واحد ما يسمى واحد المكونات اللي كتكون كتسمى ليزول، وهاد المكونات هادو هما مكونات مهمة جدا لمحاربة هذا المشكل هذا، أو لتوحيد اللون. هي كتعاوننا في الإفرازات ديال الميلانين، وكتحسن لنا الدورة الدموية في الدورة ديال العين ديالنا. إذن هاد الوصفة ديالنا كيفاش غنستعملوها؟ غادي ناخدو معلقة كبيرة ديال الخبز يابس مدقوق، وغادي ناخدو ثلاثة ديال المعالق كبار ديال الحليب سخون، ومعلقة صغيرة ديال زيت اللوز الحلو. إذن نعاود، معلقة كبيرة ديال الخبز يابس مدقوق، ثلاثة المعالق كبار ديال الحليب سخون، ومعلقة صغيرة ديال زيت اللوز الحلو. خلطوا هاد المكونات كاملين، كتوضعوهم كماسك على البشرة وحول العين باش كيكون واحد التوحيد كامل، يعني حول العين ديالكم وفي البشرة ديالكم، كتخليوها مدة ديال ثلث ساعة، ومن بعد كتغسلوا هاد الوصفة. المدة ديال الاستعمال أو طريقة الاستعمال كنستعملوها جوج المرات في الأسبوع، وكندوموا عليها مدة ديال ثلاثة أشهر على الأقل، وهكا إن شاء الله في الشهر الأول كتولي كتبان النتيجة. الوصفة الثانية هي عبارة على واحد المحلول اللي غنديروه في القطن ونوضعوه فوق العينين ديالنا، أو فوق منطقة حول العين ديالنا. هذا المحلول غيكون مضاد للانتفاخ. شنو غناخذو فيه؟ غناخذو معلقة صغيرة ديال الشاي الأخضر، يعني هذاك اللي كنطيبو به أتاي في الدار ماشي مشكل. إذا معلقة صغيرة ديال الشاي الأخضر، 10 ديال الوريقات ديال النعناع الغنية بالمنطول، لأن المنطول مادة مهمة حتى هي، عظم ديال لافوكا اللي كنيبسوه وكنحكوه مزيان، وكاس كبير ديال الماء.
إذن في كاس كبير ديال الماء كنديروا معلقة صغيرة ديال الشاي الأخضر لو تي فيغ، 10 ديال الوريقات ديال النعناع، عظم ديال الأفوكا ميبس ومحكوك، وكنديروهم يغلاو. إذن حتى كطلع الغلية اللونة يبدا يغلى هاد الخليط هذا، كنطفيو عليه، كنخليوه 3 ديال السوايع، وكنصفيو هذاك المحلول. إذن داك المحلول كنخليوه في الثلاجة، ولكن قبل كل استعمال ضروري ندفيه واحد شوية ونديرو فيه يعني القطن، سواء عندك لي ديسك ديال القطن أو القطن كنديرو فيه، وكنحطوه فوق المنطقة حول العين ديالنا، وكنغمضوا العينين ديالنا، وكنرتاحوا واحد المدة ديال ربع ساعة. ومن بعد هذا الخليط هذا وهذا المحلول كنمسحوا بشويه ديال الماء دافي، وكنداوموا عليه 3 ديال المرات في الاسبوع. هذاك المحلول مده الصلاحيه ديالو 10 ايام، منين كتفوت 10 ايام وهو في الثلاجه كنعاودوا نديروا محلول اخر. الوصفه ديال التجاعيد، نعم، اذا نعاودوها، غادي ناخذوا فيها 2 معالق كبار ديال زيت نوار الشمس و5 نقيطات ديال الروح ديال الورد، يعني الويل اسونسييل دو غوز، نخلطوهم وكنديرو كمساج خفيف في منطقة حول العين ديالنا كل ليلة وما كنقطعوش. بالنسبة للمشكل الآخر اللي كيعانيو منه العديد من الأخوات وحتى الرجال حتى هما، اللي هو المشكل ديال التعب ديال العينين، أن كنحسو بديك المنطقة كتولي متعوبة، كتولي شاحبة، كيولي حتى اللون ديالها كيختلف. فهنا غادي نستعملو وصفة بسيطة اللي غادي ناخذوا فيها جزره محكوكه. اذا غادي نحكوا واحد الجزره اللي غناخذوا منها معلقه كبيره ديال الجزر، غادي ناخذوا معلقه صغيره ديال زيت البابونج، ومعلقه صغيره ديال الخيار محكوك. اذا معلقه كبيره ديال جزره محكوكه، معلقه صغيره ديال الخيار محكوك، وكنزيدوا عليهم 2 معالق كبار ديال زيت البابونج. خلطوا هذا الخليط هذا كامل وكتوضعوه في منطقة حول العين بواحد الماساج، كتخليوه ثلث ساعة ومن بعد كتغسلوه. العملية ديروها غير مرة واحدة في الأسبوع ماشي مشكل، ومور الاستعمال الأول كتولي كتبان واحد الراحة في منطقة حول العين. وباش نختمو غادي نختمو بواحد الكريمة اللي غادي نستعملوها دائما، كريمة اللي غتكون للعناية بمنطقة حول العين اللي غنديروها كل ليلة. فهاد الكريمة هذه اللي بسيطة وفيها مكونات بسيطة، معلقة كبيرة ديال زيت البابونج، لاكامازولين اللي غنية اللي كتعتبر مضادة للحساسية، وكذلك كتعتبر كريمة كترجع لنا المرونة ديال منطقة حول العين. إذا زيت البابونج معلقة كبيرة، زيت نوار الشمس معلقة كبيرة الغنية بالفيتامين أ، وربعة ديال المعالق كبار ديال زبدة الكاريتي باش نديرو كريمة طبيعية. نخلطو هاد الخليط هذا في حمام مريم تيتخلط مزيان، نخليوه يبرد. الكريمة اللي كنحصلوا عليها كنوليو كندهنوا بها بمساج خفيف منطقة حول العين كل ليلة، ما كنحبسوهاش، وهكا كنديروا عناية كاملة لحول العين ديالنا. شكرا لك دكتور عماد. مرحبا بك دكتور الصيدلة والمختص في العلاج وفي تداوي الأعشاب. ان شاء الله وصفتنا غادي تتبعوها على الصفحة